عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل طاقية بغرزة البلوك لسن بيبي من سن يوم لسن ثلاث شهور وكمان ان شاء الله في فيديو تاني هنزل لكم المهاد الخاص للبيبي طبعا بنفس غرزة الطاقية الطلب كان جايلي طبعا في الاساس على مهاد البيبي اللي هو ايه الـ الـ الفرش بتاع البيبي اللي بيكون جاي بطريقة دائرية او زي بالظبط يعني بصوا دي طبعا الطاقة اللي احنا عملناها مع بعض في فيديو قبل كده اللي هي كيتي دي كانت لست شهور تخيلوا بقى بصوا يعني انا عايزه بس اشبه لكم حاجه مهاد البيبي بيكون جاي بالشكل دوت بيكون هو من تحت دائري كده وبيطلع لفوق طبعا بمقاس او حجم البيبي اللي هو من سن يوم وحتى سنه يعني احنا دايما بنحاول ان احنا نعمل السن اللي ما يصل لسنه وبيكون مفتوح طبعا بزراير او بسوستة او زي ما انت حابه بقى تعمليه من المنتصف هنا وبتفتحيه تدخلي فيه البيبي وتقفليه تاني وبيكون عامل زي ايه اللفه بتاعت البيبي بص طيب احنا عندنا في مصر هنا بنسميها لفه انا مش عارفه بصراحه في كل الدول بيكون اسمها ايه يمكن انا قديمه شويه المقاسات بتاعتي طبعا احنا عارفين الطاقيه بتاعت كيتي انا قلت فيها المقاسات الخاصه طبعا من سن 3 شهور الى ست شهور هي إيه خاصه طبعا لسن ست شهور النهارده ان شاء الله هشرح من سن يوم الى 3 شهور يبقى احنا كده عندنا ايه سن ست شهور واللي قبليه اهو 3 شهور ان شاء الله نشرحهم مع بعض النهارده هستخدم اللون اللي هو الاخضر الفاتح دوت واللون الاورنج الفاتح بردك يعني يكونوا درجتين مع بعض عدد الغرز اللي هتبدأي بيها الطاقية يعني انا حاب حابة بس نقول بعض الملاحظات عشان خاطر الطاقية تنفع معاكي او تصلح معاكي لكافة الاعمار او تقدري تعمليها لكافة الاعمار غرزة البلوك احنا طبعا عارفين ان غرزة البلوك لازم يكون عدد يقبل القسمة على ثلاثة انا بس اجيب لكم ورقة تانية غرزة البرك البلوك بتحتاج طبعا عدد يقبل القسمة على ثلاثة وبنزود زائد واحد في النهاية طيب انا عشان اشتغل بغرزة البلوك في الطاقية طبعا انا في بداية الطاقية بتاعتي بشغل بغرزة العمود بلفة ودي سهلة علينا مفيش مشكلة لكن طيب عشان ابدا بعد كده في بعد ما اخلص القرص او القطر الدائره بتاعي بغرزه العمود بلفه وهنشوف يعني ايه دلوقتي قطر الدائره وبنوقف امتى التزايد بتاعنا والكلام ده كله لازم يكون عندي عدد يقبل الاسم على ثلاثة وبنزود عليها واحد بنزود عليها واحد دي احنا طبعا هنحلها واحنا شغالين يبقى لازم عندي يكون عدد يقبل القسم على ثلاثة اذا انا عدد عدد الغرز اللي هبدا بيها الدايره بتاعتي لازم يكون عدد يقبل القسم على ثلاثة اما انك تبداي بست غرز او تسع غرز اي رقم بقى يقبل اسمه على ثلاثة او اتناشر غرزة او خمستاشر عشر غرزة ابداى بقى بالعدد انا مش بحدد لك على فكرة دول مش اعداد انا بحددها بس انا بقولك لازم العدد يكون يقبل اسم إيه على ثلاثة الستة بيقبل اسمها على ثلاثة التسعة بيقبل اسمها على ثلاثة الاتناشر بيقبل خمسة عشر بيقبل وهكذا لازم يكون عدد يقبل الاسم على ثلاثة وبعد كده ايه ونزود واحد سيبك من نزود واحد دي دلوقتي مش هفكر فيها حالا اه طبعا الارقام اللي احنا اتفقنا عليها كل مضاعفات رقم ثلاثة او الاعداد اللي بتقبل الاسم على ثلاثة طيب تعالوا نشوف بقى مقاسات الطاقية بتاعتي محيط الرأس انت لو بتشتغل الطاقية من تحت لفوق بتاخدي اول حاجة محيط الرأس ايه هو محيط الرأس يعني انا بعتبر ان ايه بصوا بس دي طبعا مش حاجة دائرية أنا عايزة بكرة بصوا دي كده نعتبرها رأس الطفل اللي قدام بجيب المتر بتاعي وباجي من خلف الرأس شايفين أقل, أقل أكتر منطقة منخفضة في الرأس اللي هي تحت خالص بلف المتر بتاعي من عندها اهي من أسفل الرأس خالص هنا وبعد كده برتفع لأعلى منطقة فوق الجبين من فوق قدام واجيب المتر بتاعي على بعض الصفر بتاعي لازم يكون على الرقم اللي هيقف عنده ايه الدوران الدوران بيكون من اسفل منطقه في الراس كده لاعلى منطقه في الجبين هنا خلاص دي الطريقه اللي بقيس بيها ايه مقاس الدوران او المحيط بتاع راس الطفل او الشخص البالغ او اي حد بتعملي له الطائل. محيط الراس عندي بيكون جاهز في جدول في فيديو مقاسات الطوائي جدول مقاسات الطوائي موجوده عندكم على فكره في الفيديو ده عشان في ناس كتير بيقولوا لي يا رندا انت حاطه مقاسات الطواقي يعني عامله فيديو خاص بمقاسات الطواقي واحنا مش لاقيين الجدول والله الجدول يا جماعه في اخر الفيديو آه انا حتى قلت كمان كل المقاسات وكل الاعمار هتلاقوا فيديو مقاسات الطواقي في كل مقاسات الطواقي من سن يوم وحتى رجل البالغ والمراه البالغه وعندكم كمان آه فيديو مقاسات الصدر من سن يوم لسن ستاشر سنه وقلت لكم المقاسات الخاصه طبعا اللي اكبر من كده هنتصرف فيها ازاي طيب دلوقتي محيط الرأس الرأس وانا طبعا كاتباها بيساوي من 33 الى 36 انا بشتغل بال33 دايما 33 سنتي ليه؟ لان طبعا الصوف بيزود معاكي حوالي 3 سنتي يعني اي شغل صوف بيمط فال3 سنتي دول بيزيدوا معاكي تلقائي فانا ما بشتغلش بالمقاس الكبير انا دايما باخد المقاس الصغير طيب انا بالنسبه لكم دلوقتي بيقولوا الجدول بيقول من 33 الى 36 33 سم دوت اللي هو عمر يوم اللي هو شهر يعني 34 عمر شهرين او لا سوري 33 عمر 3 شهور لا سوري 33 ده بداية خالص عمر يوم لما فيه الشهر طبعا 34 عمر الشهرين خمسة وتلاتين عمر التلات شهور ستة آه وتلاتين بقى بيبقى عمر التلات شهور برضك بس ايه طالع للاربع شهور والخمس شهور وست شهور. احنا لو ناخد بالنا بصوا المقاسات اللي هي ايه? ست شهور انا كنت كتبها في الطاقية اللي فاتت. عندنا بيبدأ من ستة وتلاتين. ليه ما ليه ما فوق انا طبعا مش مش حافظة بصوا من ستة وتلاتين لكام? لتلاتة واربعين سنتي تقريبا. من ستة وتلاتين الى 43 سم انا ما بكتبش ال 43 لاني مش هشتغل بيها في السن اللي انا قصداه دايما باخد بدايه السن اللي معايا وبشتغل بيه النهارده طبعا انا هاخد المقاس الصغير اللي هو 33 سم ليه لان الصوف بيمط معاكي فدايما تشغلي اقل من المقاس اللي معاكي 3 سم دي ملحوظه يعني مهمه جدا ناخد بالنا منها عشان في ناس الشغل بيمط معاها آه وما بيبقوش عارفين يعملوا ايه طيب الطول بتاع الطاقيه 12 سم الطاقية اللي كانت ست شهور كانت خمستاشر سنتي قطر الدائر. الدائرة قطر الدائرة ده بقى هو ايه هو وهو ده طبعا الـ الـ الليلة كلها اللي معانا النهاردة ومع كل الطواقي اللي بنبدأها ايه من فوق بيساوي عشان تجيبي قطر الدائرة بتاخدي دوران او محيط الرأس على فكرة محيط الرأس هو الدوران بتاع الرأس ناقص تلاتة ناقص تلت يعني رقم تلاتة على أربعة... تلاتة سوري، تلاتة وأربعتاشر من مية، يبقى على كام؟ تلاتة وأربعتاشر من مية، يعني باخد محيط الرأس اللي هو تلاتة وتلاتين سنتيمتر ناقص تلاتة، بيساوي تلاتين على تلاتة وأربعتاشر من مية. هيديك كم بالظبط زي ما هو طالع لك هنا اهو 11 سم من 11 ل 11 ونص سم 11 او 11 ونص سم اتفقنا يبقى احنا دلوقتي عرفنا نجيب قطر الدائره ازاي عرفنا قطر الدائره بتاعنا قد ايه 11 سم ايه هو بقى قطر الدائره ده قطر الدائره دوت هو القرص اللي انا ببداه في البدايه عشان اكون الطاقيه بتاعتي اه دوت اللي بيحدد لي امتى اوقف التزايد في الطاقيه لاي سن احنا دلوقتي حددنا السن بتاعنا بالنسبة طبعا لكل سن توقفي امتى في التزايد موجود طبعا في الجدول اللي انا حاطاه لكم في الفيديو الخاص طبعا بمقاسات الطوق لكن احنا النهارده ان شاء الله هنشتغل ايه على غرزة البلوك احنا اتفقنا انها لازم يكون عدد ايه بالاسم على تلاتة ونزود واحد وهنشتغل كمان على المقاسات الخاصة بسن تلات شهور وهي بدأ اللي هي طبعا محيط الرأس تلاتة وتلاتين سنتي الطول اتناشر سنتي قطر الدائرة س سنتي خلاص نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم هنشتغل بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي هنشتغل بخيط قرطبة بيبي زي ما احنا شايفين تعليمات الطاقية الإبرة نشتغل بخيط أربعة بس انا هشتغلها معاكم بخيط تلاتة ملي طالما هو مقاس وسن صغير هشتغلها بخيط تلاتة ملي هو تعليماته هنا طبعا بيقولوا ان هو بخيط أربعة ملي بس انا هشتغلها بخيط تلاتة ملي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة طبعا ببدأ اعمل دائرة سحرية بسيب مسافه من الخيط بلف الخيط على ايديا بالشكل ده وبعمل حرف الاكس بلف ايدي الناحيه الثانيه آه طريقه اختيار حجم الابره طبعا انا عامله له فيديو خاص بيه بردك ازاي نقدر نختار حجم الابره او نعرف ان الشغل بتاعنا يناسب الابره دي بدخل بالابره بتاعتي تحت اللفه الاولى وباجي فوق اللفه الاولى كده الثانيه بسحب الخيط بتاعي لقدام كده اهو بخرج الخيط من على صباعي واتاكد طبعا ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه بتاعتي بحافظ جدا على طرف الخيط القصير برفع طرف الخيط المتصل بيه الشلة هرتفع سلسلة اقفل بيها طبعا دائرة سحرية بتاعتي عشان اعرف اشتغل فيها هنشتغل بغرزة العمود بلفة طيب غرزة العمود بلفة ارتفاعها كام سلسلة ارتفاعها تلات سلاسل انا ارتفعت منهم واحدة حد فيكم هيقول لي طب السلسلة دي مش انت قفلت بيها الدائرة السحرية اه قفلت بيها الدائرة السحرية وهعتبرها كمان من العدد بتاع الارتفاع بتاع الغرزة اللي هنشتغل بيها كده فاضل لي ايه كمان اثنين ادي واحد اثنين وطبعا زي ما احنا شايفين عشان تشغلي سلسلة هرجع السلسلة اللي فاتت بيكون معاكي حلقة بتلف الخيط على الابرة بيكون معاكي حلقة بس ثواني بس ايه اظبط لكم الزوم بيكون معاكي حلقة بتلف الخيط على الابرة بيكون معاكي حلقتين بتاخدي الحلقة الثانية وتخرجي بيها من الحلقة ايه اللي كانت موجودة على الابرة يبقى انا كده معايا ثلاث حلقات مش هعتبرهم من العدد هلف الخيط بقى وهشتغل داخل الدائرة السحرية بتاعتي اتناشر عمود بلفة ال 12 طبعا عدد يقبل القسمة على تلاتة علشان اشغل عمود بلفة بيكون معايا حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين هدخل داخل الدائرة السحرية اهو والف الخيط من تحت واخرج بيبقى معايا تلات حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين هلف الخيط واخرج من حلقتين تاني معايا حلقة بلف بيبقوا حلقتين بدخل الفراغ اللي هشتغل فيه الف الخيط واخرج معايه ثلاث حلقات هلف الخيط و اخرج من حلقتين اتبقى حلقتين بلف الخيط و اخرج من حلقتين كده معايه اثنين عمود بلفه ثلاثه اربعه خمسه سته طرف الخيط القصير لما بشده بيضيقلي ايه مركز او سنتر الدائره زي ما احنا شايفين سبعه ثمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر بس طبعا ايه انا ممكن اغير اللون في المرحله اللي جايه طيب عشان اغير اللون هرجع لكم العمود ال 12 ده كله علشان اغير اللون انا بيكون معايا بغيره في اخر حلقتين موجودين عندي في اخر عمود بلفه او في اخر غرزه في اي طبعا غرزه في اخر السطر يعني اخر غرزه في اخر السطر هي اللي بغير فيها الشغل بتاعي اللون بتاعي في اخر حلقتين وطبعا بالنسبه لغرزه النصف عمود ده بيكون فيها ايه استثناء ان انا بغير في اخر ثلاث حلقات لان هي كلها على بعضها بتكون على الابرة ثلاث حلقات انا معايا حلقة بلف الخيط بيبقى حلقتين هدخل الف في الخيط واخرج معاكي ثلاث حلقات بلف الخيط بقى وبخرج من اثنين بيتبقى معايا اثنين هما دول اللي بغير فيهم اللون الجديد بتاعي انا بحاول بس ايه ندمج الالوان مع بعضها تدينا شكل حلو للاطفال والله وللكبار كمان هسيب مسافه من الخيط ولف الخيط حلقه بالشكل ده على الهوا هدخل هلف الخيط واخرج طبعا المهاد انا ممكن اعمله لون تاني انا بس بوضح لكم شكل الطقم هيكون ايه سواء للطاقيه او للمهاد بتاع البيبي بقفل عقدة بداية الحلقة اللي باللون الجديد بسحبها من الحلقتين اللي باللون القديم بس بالشكل ده وبشد ايه الخيط الاخضر سنة بس بظبط العمود بلفة بتاعي خلاص انا كده خلاص نهيت العمود رقم اتناشر ودخلت اللون الجديد بتاعي كمان بصوا طرف الخيط القصير بقى بشده بشده خالص كده بقفل سنتر او مركز دائرة بتاعي هاخد طرف الخيط مش طبعا الخيط الاخضر اللي تحت ده هاخد طرف الخيط اللي انا ما بشتغلش بيه اللي هو بتاع البداية الجديد ده وكمان طرف الخيط وممكن كمان ماخدش الاخضر لان الاخضر هسحبه في السطر اللي جاي فمش مشكلة ممكن ماخدهوش وعادي برضك هنخليه معانا في ظهر حرف V بالشكل ده هقفل فين واحد اتنين تلاتة سلسلة انا ارتفعت بيها ومعايا كمان ايه طرفين الخيط اللي مش هشتغل بيه واقفل بغرزة منزلقة بلف الخيط واخرج من الحلقة دي واخرج كمان من الحلقة اللي الابرة طيب انا دلوقتي محتاجة ان انا اعمل تزايد قرص الدائرة بتاعي لسه موصلش <applause> عفوا للمقاس اللي انا عاوزاه طب امتى هعرف ان هو وصل للمقاس اللي انا عاوزاه لما الدائرة بتاعتي دي توصل ل 11 سم اللي هو ايه قطر الدائرة يبقى هو ده قطر الدائرة اللي انا هقف عنده التزايد بتاعي بفضل اعمل تزايد وأب... واكبر قرص الدائرة بتاعي لغاية ما اوصل ل 11 سم او 11 ونص سنتي. على حسب بقى ايه الغرزة بتاعتي والابرة اللي انا بشتغل بيها هتديني اي مقاس يعني ممكن تزيد النص وممكن ايه ما تزيدش النص برتفع من نفس المكان اللي انا فيه واحد اتنين تلاتة وزي ما احنا طبعا قلنا قبل كده ما بعتبرش الثلاث سلاسل دول من العدد بتاعي طريقه التزايد في الدائره بس نكتبها ايه في ورقه في كل مره دايما بحب اقولها في اي طاقيه اول سطر بدأناه كده السطر الاول واحد معايا 12 غرزه وعايزه اقول لكم على حاجه ال 12 غرزه دول برضك دي قاعده ومهمة جدا ال 12 غرزه دول طالما بدات بيهم عدد الغرز اللي بتبداي بيهم هم هم عدد الغرز اللي بيزيدوا معاكي في كل راوند في التزايد في الدائره معنى ايه معنى ان انا في السطر الثاني بعمل تزايد على كل الغرز يعني بشتغل فوق كل غرزه غرزه مرتين كده رقم اتنين. بتزايد على كل الغرز يعني بشتغل فوق كل غرزه مرتين اذا هيكون عندي ايه بدل ال 12 24 وعشرين غرزة صح? يبقى اللي زاد معايا كام? اربعة وعشرين ناقص اتناشر يبقى ناقص يبقى معايا اتناشر صح دول الزيادة السطر رقم تلاتة هنزود اتناشر يبقى كام ستة وتلاتين غرزة طيب التزايد بتاعي بيكون في الغرزة رقم كام احنا طبعا السطر التاني كان تزايد على كل الغرز يعني تشغلي فوق كل غرزة مرتين السطر رقم تلاتة التزايد في الغرزة رقم اتنين يعني بسيب او بشغل فوق اول واحده مره وفي الثانيه بشغل مرتين فوق اول واحده مره وفي الثانيه مرتين وهكذا على مدار الراوند بتاعى السطر الرابع بشتغل غرزتين بدون تزايد اتنين غرزه بدون تزايد وتزايد في رقم ثلاثة يعني تزايد عندي في في السطر الرابع في رقم ثلاثة وكل سطر بتزيديه بتعملي في الغرزة اللي بعدها يعني السطر رقم أربعة عملنا التزايد في الغرزة رقم ثلاثة يبقى السطر رقم خمسة هيكون تزايد في الغرزة رقم أربعة، السطر رقم ستة هيكون تزايد في غرزة رقم خمسة وهكذا، كل سطر بتزيديه أو بترتفع بيه بيكون التزايد في الغرزة اللي بعد السطر بعد رقم الغرزة اللي كان في السطر اللي قبله، يعني احنا طبعا أول سطر بيكون اتناشر غرزة، تاني سطر ودي قاعدة بيكون تزايد على كل الغرز كلها مفيش استثناء يعني مفيش واحدة او واحدة لا كل الغرز فيهم تزايد ثالث سطر هو اللي ببدأ فيه بقى القاعدة دي ثالث سطر بيكون التزايد عندي في الغرزة رقم اتنين رابع سطر في رقم تلاتة خامس سطر في رقم اربعة سادس سطر في رقم خمسة سابع سطر في رقم ستة وهكذا بالتنج بقى تزيدي على اساس القاعدة دي طيب يبقى احنا كده السطر التاني هنتزايد على كل الغرز يعني هشتغل على كل غرزه مرتين دي اول غرزه عندي اهي الفراغ بتاعها حرف ال هلف الخيط واشتغل واحد تاني في نفس الفراغ اهو بيكون معايا حرف ال على الابره ومعايا كمان طرف الخيط اللي مش هشتغل بيه اتنين ودي اول غرزه وسبت طبعا الخيط اللي هو الاخضر لاني هسحبه تاني من ورا لما ارتفع السطر الجاي الغرزه اللي بعدها اهي بدخل الفراغ بتاعها واحد تاني في نفس الفراغ اتنين وهكذا بقى هكمل الراوند بتاعي في كل غرزة بشتغل مرتين هكمل وارجع رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين خلصت الراوند بتاعي وفي اخر حلقتين في الراوند هسيب بقى من الخلف اللون الاورنج اللي هو الفاتح ده وهسحب اللون الاخضر من اخر حلقتين موجودين معايا ايه على الابره هدخل بقى في واحد اتنين تلاته تالت سلسله واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده خلاص خلصت الراوند دوت رقم اتنين وبقى معايا اربعة وعشرين غرزة وزي ما اتفقت معاكم عدد غرز البداية هي هي نفس العدد اللي بيزيد معاكي في كل سطر. هرتفع واحد اتنين تلاتة. اتفقنا خلاص عدد سلاسل البداية ما بحسبهاش معايا من العدد. طيب التزايد في السطر رقم ثلاثة بيكون ايه? اتفقنا بشتغل اول غرزة بدون تزايد. دي كده رقم واحد. يعني بشتغل فوقها غرزة واحدة بس، رقم اتنين بشتغل فوقها مرتين، واحد تاني في نفس الفراغ اتنين، وهكذا بقى طول السطر أول غرزة يعني غرزة بدون تزايد بشغل فوقها مرة دي كده مرة، كده واحد فوق دي ورقم اتنين بشغل فوقها مرتين، واحد تاني في نفس الفراغ اثنين غرزه بدون تزايد واللي بعدها مرتين واحد تاني في نفس الفراغ اثنين وهكذا بقى ايه هكمل انا على مسافه السطر بتاعي كله غرزه بدون تزايد والثانيه فيها مرتين واحده واحده والثانيه فيها اثنين واحده واحده والثانيه فيها اثنين هكمل لغايه ما اوصل لنهايه الراوند وارجع لكم لكم تاني وانا في اخر غرزتين وكان لازم اقول لكم اخر غرزتين لازم يكون العدد فيهم ايه لما بتكوني بتعملي تزايد لازم ولابد يكون اخر غرزة عندك فيها عدد زوجي من الغرز يعني ما ينفعش اخر غرزة تيجي تشغليها تلاقي فيها غرزة واحدة بس لازم يكون فيها اتنين من الغرز عشان يكون العدد بتاعك صحيح طيب انا اللي جاية دي فيها غرزة واحدة واللي بعدها اخر غرزة اهي فيها اتنين يبقى انا كده العدد بتاعي صحيح حتى لو ما بتعديش ورا الشغل بتاعك خلاص انت كده متأكدة ان العدد بتاعك صحيح خلاص في النهاية بدخل في تالت سلسلة ارتفاع واقفل بغرزة منزلقة بس ايه انا هغير اللون ما ننساش دايما بسيب بقى الاخضر ورا وبسحب اللون الجديد بيجي في تالت سلسله ارتفاع هدخل فيها واخلي اللون الاخضر شوفه معايا على الابره والف الخيط من الحلقه دي ومن الحلقه كمان اللي على الابره وبسيب بقى خلاص الاخضر ورا وبشتغل ايه راوند جديد بتاعي شايفين القرص بيكون مظبوط حلو جدا ما فيهوش ترهلات آه ما فيش اعوجاج ما فيش آه يعني مش كبير من حته وصغير من حته يا جماعه اتبعوا القاعده كويس جدا طريقه مسكتك للخيط اتحكمي فيها سواء يا اما في ناس كتير بتبوظ معاهم القرص بتاع الدائرة ده سببه اكتر من حاجة اول حاجة طبعا انك ما بتعديش العدد صح بتاعك وزي ما قلتلك لازم تتأكدي دايما من العدد اما تعدي او تتأكدي طبعا ان العدد بتاعك من منتهي بعدد مظبوط آه بالنسبة للتزايد لازم ينتهي معاك بعدد زوجي وتشوفي العدد بتاعك مظبوط ولا لا اذا كان اذا كنت طبعا من الناس اللي ايه دايما القرص ما بتزبطش معاك بالشكل ده تاني حاجة ان ايدك يا اما بتمسك الخيط قوي او بتسيب الخيط قوي. خدي بالك بردك من الحاجات دي. واحد اتنين ثلاثة. طيب السطر اللي جاي دوت التزايد بتاعها هيكون فيه ايه? هيكون اول واحدة بدون تزايد بشغل فوقها واحدة. تاني واحدة بدون تزايد بشغل فوقها واحدة. تالت واحدة بدون تزايد هتلاقوها فين? تاني واحدة من التزايد اللي تحت. هتكون الاخيرة يعني من التزايد اللي تحت. هي دي اللي بشغل فوقها مرتين. تاني بقدر. اول واحدة مفيش تزايد يعني بشغل فوقها غرزة واحدة. تاني واحدة بتكون أول واحدة في التزايد اللي تحت دي برضك بشغل فوقيها غرزة واحدة، تالت واحدة أهي وبتكون آخر واحدة في التزايد اللي تحت رقم اتنين في التزايد اللي تحت هي دي اللي بشغل فيها التزايد بتاعي من فوق بشغل فوقيها مرتين يلا بينا بسم الله دي أول غرزة يعني بشغل فوقيها غرزة واحدة وكمان رقم اتنين بشغل غرزة واحدة رقم ثلاثة اهي بدخل في حرف الفي طبعا في, في السطور كلها بدخل في حرف الفي بيكون حرف الفي او رقم السبعة معايا على الابرة الف الخيط واخرج معاكي ثلاث حلقات بتلف الخيط وتخرجي من حلقتين معاكي حلقتين بتلف الخيط وتخرجي من حلقتين طيب دي رقم ثلاثة يعني هشتغل فوقيها كمان مرة هكرر بقى اول واحدة بدون تزايد فوقيها غرزة واحدة تاني واحدة بدون تزايد فوقها غرزة واحدة، ثالث واحدة اهي اللي هتلاقوها من تحت في مكان التزايد تحت هي الأخيرة، هنشغل فيها مرتين، واحد تاني اتنين في نفس الفراغ، من فوق هتبصوا تلاقوا ايه لما اجي اشغل التزايد بتاعي انا التزايد بتاعي في السطر ده كان في رقم تلاتة، السطر اللي بعده بيكون في رقم أربعة، تعالوا بقى نعد ونشوف اهي هتكون واحدة اتنين تلاتة ورقم اربعة هي اللي هي تعتبر الاخيرة من التزايد دوت هي اللي بشغل فيها تزايد من فوق. بكمل انا بقى السطر بتاعي دوت ان انا بشغل غرزتين بدون تزايد وفي رقم تلاتة بشتغل مرتين. هكمل بقية الراوند بتاعي كله وارجع له. لكم تاني وبالشكل ده خلاص انا في نهاية الراوند. اللي هو رقم واحد اتنين تلاتة اربعة. الراوند رقم اربعة. اللي كان التزايد عندي في الغرزة رقم تلاتة. اول واحدة بدون تزايد. تاني واحدة بدون تزايد تالت واحدة وهي الأخيرة وده يثبت لي إن الشغل بتاعي بصوا تحت أهو فيه تزايد هي آخر واحدة من تحت في التزايد فيها تزايد يعني الشغل بتاعي كده مظبوط بالشكل ده بعد ما بخلص هسحب بقى اللون الأخضر أو لأ نخلي اللون الأخضر دلوقتي هكمل السطر اللي جاي كمان بنفس اللون ايه اللي هو الاورنج واحد اتنين ثلاثة وهقول لكم ليه انا بكمل السطر اللي جاي باللون الاورنج لان طبعا عارفه المقاس بتاعي وصل لايه احنا قلنا قطر الدائره اللي هوقف عنده التزايد لازم بصوا اهو المقاسات بتاعتي قطر الدائره اللي هوقف عنده التزايد حداشر او حداشر ونص يعني من حداشر لحداشر ونص هنقيس بقى دلوقتي الطاقيه بتاعتي اما باجي اقيس بقيس من عند رقم اللي هو سنتيمتر زي ما احنا شايفين علامه السنتيمتر سي ام ما بقيس من عند الاي ان اللي هي الانش الانش اكبر بكتير من السنتيمتر باجي احنا محتاجين حداشر سنتي من عند الصفر لغايه الحداشر. اهو بالظبط شغلي اهو اهو بدون ما اشد ولا اعمل مظبوط حداشر سنتي يبقى انا كده خلاص هوقف تزايد مش هعمل تزايد تاني أنتي لو هتعملي تزايد تاني السطر اللي جاي طبعا احنا وقفنا اخر تزايد عندنا في الغرزة رقم ثلاثة. لو هتزودي سطر كمان يبقى التزايد في السطر الجاي هيكون في الغرزة رقم اربعة ولو السطر اللي بعده يكون في الغرزة رقم خمسة واللي بعده في رقم ستة واللي بعده في رقم سبعة وهكذا طبعا لغاية ما توصلي للتزايد اللي أنتي حباه لقرص الدائرة طيب هنبدأ بقى نشتغل غرزة البلوك بتاعتنا وزي ما قلنا العدد بتاعنا لازم يكون عدد يقبل القسمة على ثلاثه واحنا اتفقنا طبعا من البدايه ان احنا محددين عدد يقبل القسمة على ثلاثه وكل ما هتزيد سطر هيفضل بردك العدد يقبل قسمه على ثلاثه يعني اول سطر كان اتناشر عشر يقبل اسم. تاني ثاني سطر كان اربعه وعشرين يقبل القسمة على ثلاثه ثالث سطر كان سته وتلاتين يقبل القسمه على ثلاثه السطر اللي وصلنا له ثمانيه واربعين سلسله يبقى القسم على ثلاثه وسلاسل البدايه اللي احنا ما اعتبرناهاش من العدد في البدايه احنا دلوقتي بقى هي دي العدد بتاعي اللي انا هبدأ منه السطر ده اذا انا مش هزود ايه عدد يعني لكل حاجة بنعملها لازم يكون فيه حكمة او خطوة بنكون درسينها كويس سلاسل البداية انا ما اعتبرتهاش من الاعداد بتاعتي وما كنتش بشتغل عليها بالاعداد بتاعتي مجرد بس اني كنت برتفع بيها كنت برتفع في نفس المكان هو هو لكن في السطر اللي جاي عشان اشغل طبعا بغرزة البلوك هحتاجها تكون معايا من العدد هرتفع سلسلة وفي نفس المكان اهو فوق السلسله الثالثه هدخل واشغل غرزه الحشو بيكون معايا حلقه بدخل الفراغ اللي اشتغل فيه الف الخيط واخرج بيكون معاكي حلقتين بتلف الخيط وتخرجي من الحلقتين يبقى انا كده شغلت هنا غرزه حشو بعديها سلسلتين واحد اتنين هسيب بقى اول عمود وتاني عمود وتالت عمود بصوا تالت رابع عمود بقى مش هشتغل في حرف الفي زي ما بشتغل اي غرزه لا شايفين الفراغ اللي تحت حرف ال الفراغ فراغ اللي ما بين ثالث عمود ده والعمود اللي بعده اللي في نص العمودين ده هدخل بقى في نص العمودين كده مش هدخل في حرف ال من فوق يعني بصوا ده الفراغ بتاع حرف ال وده الفراغ بتاع اللي ما بين العمودين هدخل اشتغل ما بين العمودين يعني بعد واحد اثنين ثلاثه وبين العمودين بدخل اشتغل هلف الخيط واخرج وبشغل غرزه الحشو بتاعتي سلسلتين واحد اثنين وبعد من تحت واحد اتنين تلاتة والفراغ اللي بعد الثالث بدخل هنا اهو اهو الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من الغرز... الحلقتين بتوع غرزة الحشو وهكذا واحد اتنين هعد واحد اتنين تلاتة والفراغ اللي بعد الثلاثة هشغل غرزة حشو طيب حد بيقول لي يا رندا هنتزايد تاني لا مش هتزايد قرص الدائرة وصل خلاص للحجم اللي انا محتاجاه يبقى ده المقاس اللي انا ايه هشتغل عليه ده المقاس دايما بتوقف التزايد بتاعك على اساس حجم قرص الدائره طيب ما عندكيش جدول ومش عارفه تطلعي قرص الدائره ازاي احنا قلنا القانون او القاعده بتاعتنا بتجيبي دوران الراس بتطرحي منه ثلاثة. بتقسميه على تلاتة واربعتاشر من مية هيديكي قطر الدائرة لسن الشخص اللي انتي استيله دوران الرأس بتاعه على اساس ده بتوقفي التزايد في السنتيمتر اللي تحددلك من قطر الدائرة سلسلتين بعد واحد اتنين تلاتة وفي الفراغ اللي بعد التلاتة بشتغل غرزة حشو وهكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وارجع لكم رجعت لكم تاني انا كده خلاص في نهاية الراوند عملت سلسلتين وخلاص بقى المفروض انا بعد من تحت واحد اتنين تلاتة واروح اقفل ايه في المكان دوت بغرزة حشو بس طالما انا في نهاية الراوند انا خلاص بعمل غرزة منزلقة فوق غرزة الحشو الاولى اللي احنا عملناها هنا قبل السلسلتين طبعا في بداية الراوند هدخل مش هسحب بقى باللون الجديد هسيب اللون دوت من الخلف كالمعتاد طبعا لان لسه هنسحبه هنا فوق وهجيب اللون المختلف ده هسحبه من هنا ومن كمان الحلقه اللي معايا على الابره وبشد طبعا الخيط بتاعي بظبطه كويس باجي بقى هنا مفروض ان انا اشتغل فين هشتغل فوق السلسلتين اذا همشي بمنزلقه لغايه فين لغايه السلسلتين بالشكل ده اهو بشتغل فوق السلسلتين دول أو ايه آه بشتغل فوق السلسلتين ايه بشتغل ثلاثه عمود بلفه طيب ارتفاع العمود بلفه واحد 2 3 والثلاث سلاسل دول المره دي كمان هعتبرهم ايه من الارتفاع يعني تحت فوق الثلاث سلاسل انا طول التزايد بتاعي ما بعتبرهمش من الارتفاع لكن استخدمتهم في, في استخدمت العدد بتاعهم امتى لما بدات غرزه البلوك بتاعتي لان انا لازم يكون معي عدد يبقى الاسم على 3 وبزود واحد في النهايه فاعتبرتهم هما الواحد الزياده يعني مش محتاجه ازود ثاني طيب انا دلوقتي في غرزه البلوك انا لو عملت ثلاث سلاسل واشتغلت كمان بعدها ثلاثه عمود بلفه يبقى غرزه البلوك بتاعتي هنا يكون فيها اربع اعمده داخل الفراغ ده وده ما ينفعش طبعا اذا المره دي كمان هعتبر ثلاث سلاسل دول من الارتفاع واشتغل كمان اثنين عمود بلفه داخل ايه السلسلتين بروح مباشره للسلسلتين اللي بعديهم واشتغل واحد اتنين تلاتة على طول مباشرة بروح فين هنا عند السلسلتين واشتغل واحد تاني في نفس الفراغ اتنين تالي تالت يعني تلاتة وهكذا بقى السطر بتاعي كله بيكون عبارة عن ايه? بيكون عبارة عن تلاتة عمود بلفة فوق كل سلسلتين بيقابلونى رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص انا فاضلى اخر مجموعة مكونة من تلاتة عمود بلفة فوق السلسلتين اللي هما الاخرانيين دول بدا واحد. اتنين. وفي تالت عمود طبعا بغير اللون بتاعي. تلاتة بخرج من حلقتين وبسيب اخر حلقتين بسحبهم باللون المختلف. بسيب بقى الاخضر تحت وبسحب ايه الحلقتين باللون الجديد بجيب الاخضر معايا اهو شايفين ثلاث سلاسل بدخل في ثالث سلسله وبيكون معايا كمان طرف الخيط اللي هو اللون اللي مش هشتغل بيه السطر ده اهو بالشكل ده انا فوق ايه انا فوق هنا الفراغ ده دايما غرزه الحشو بتاعتي بتكون داخل الفراغ برتفع سلسله وفي الفراغ ده نفسه هو هو هشغل غرزه حشو باللون الجديد بسيب طبعا الاخضر من ورا لاني هسحبه تاني في السطر اللي جاي بشتغل ايه السطر دوت دايما غرزه البلوك بتاعتي بتكون مكونه من سطرين سطر بغرزه العمود بلفه اني بشتغل فوق كل سلسلتين ثلاثه عمود بلفه والسطر الثاني بيكون في بشتغل فيه بغرزه الحشو في الفراغات اللي ما بين كل ثلاثه عمود بلفه يعني مش في حرف الفي لا في الفراغ اللي ما بين كل ثلاثه عمود بلفه يعني بشتغل حشو كده في الفراغ اهو اشتغلتها هرتفع واحد اثنين سلسلة هروح فين هسيب بقى التلاتة عمود كده واحد اثنين ثلاثة وهروح للفراغ اللي بعد ايه التلاتة اهو الفراغ الكبير دوت ما اشتغلش في حرف ال بتاع اي عمود بشتغل في الفراغ اللي ما بين كل ثلاثة عمود هدخل الف الخيط واشتغل غرزة حشو تاني سلسلتين واسيب الاعمدة واروح للفراغ اللي بعد التلات اعمدة واشتغل غرزة حشو بس السطر بتاعك بقى كله بيكون سلسلتين حشو في الفراغ اللي بعد ثلاثه عمود سلسلتين بروح في الفراغ اللي بعد ثلاثه عمود حشو وهكذا بقى على مدار الراوند بتاعي بيكون سلسلتين حشو سلسلتين حشو سلسلتين حشو والحشو بتاعتي بتكون في الفراغ اللي ما بين كل ثلاثه عمود بلفه بالشكل دوت هكمل الراوند وارجع هعطيكم خلاص انا في نهايه الراوند سلسلتين وهروح بقى ايه هدخل هنا بدل ما هسحب باللون الاخضر الاورنج هسحب باللون الاخضر وطبعا بمسك الخيط البرتقاني معايا في الظهر كده بالشكل ده اهو ليه رجعت لاني ما كنتش حاطه ايه الخيط ده معايا على الابره دايما لازم اخليه معايا على الابره عشان اتحكم فيه ما الشغل من شايفين اهو طيب بالشكل ده انا هشتغل فيه هسيب بقى اللون الاورنج هشتغل في السلاسل الاثنين يبقى هروح بمنزلقه بلف الخيط واخرج واخرج كمان الحلقه اللي وابدا بقى ارتفع واحد اتنين ثلاثه واشتغل كمان اثنين عمود بلفه في نفس الفراغ عشان يكون المجموعه بتاعتي ثلاثه عمود بلفه فوق كل سلسلتين كده واحد اتنين. وبكده اكون خلصت الثلاثه عمود بلفه دول هروح للسلسلتين اللي بعدهم واشتغل فيهم ثلاثه عمود بلفه واحد اتنين تلاتة وهكذا بقى على مدار الراوند ما باخدش اي مسافات ما باخدش اي سلاسل بروح على طول اشتغل تلاتة عمود بلفة في كل سلسلتين تلاتة عمود بلفة في كل سلسلتين لغاية ما بخلص الراوند في نهاية الراوند بسحب باللون الجديد من اخر حلقتين موجودين عندي وبغير اللون الاخضر للون الاورنج سوري يعني كل مرة بغير بطريقة مختلفة هنا انا بسحب من الحشو دي بقفل المنزلق على طول باللون الاخضر ولما اجي اغير في الاخضر بيكون في غرزه العمود بغير في اخر حلقتين طيب عايزه اعرف بقى انا وصلت للطول اللي انا محتاجاه ولا لا طبعا بالسطر اللي بشغله معاكم دوت احنا محتاجين كام سنتي طول الطاقيه بتاعتي الطول اتناشر 12... لا سوري ده ده السن اللي هو ايه لا هو دوت المقاس مظبوط معايا المقاس الثاني اهو اللي هي ست شهور خمستاشر سنتي المقاس الاكبر طبعا طيب طول الطاقية انا هنا بدأت طبعا بالسن الصغير يعني تلاتة وتلاتين يبقى طول الطاقية بتاعتها اتناشر سنتي لو هتاخدي الستة وتلاتين اللي هو في الاخر اللي هو بداية الست شهور بتاخدي خمستاشر سنتي اتفقنا يبقى انا محتاجة الطاقية بتاعتي السن من يوم لتلات شهور اتناشر سنتي بجيب المتر بتاعي باجي من البداية هنا عندي كام سنتي يعني هو تسعة سنتي عشرة حداشر اتناشر يعني لسه هرتفع كمان حوالي تلات سطور يعني الطاقية لان انا حاسة ايه ان القرص ايه مش مظبوط كده طيب في البداية هجيب هنا لا كده تمانية سنتي بالظبط بس هي الطاقية كانت معوجة شوية نخلي سنتر في النص كده تمانية سنتي، أنا كده معايا تمانية سنتي فاضلي أربعة سنتي يبقى لسه هشتغل تاني، هشتغل كمان لغاية ما أوصل لاتناشر سنتي زي ما اتفقنا اتناشر تلتاشر مفيش مشكلة، حابة توصلي للخمسة عشر بردك مفيش مشكلة وتشوفي بقى الطول على الطفلين، هكمل لغاية ما أوصل اتناشر سنتي وأشوف إذا كنا محتاجين نزود تاني ولا لأ. بعت لكم تاني وانا كده خلاص في نهايه الراوند هقفل في ثالث سلسله ارتفاع انا كده وصلت لغايه بعد تسالوني ليه انا ما باللون الاورنج لاني خلاص مش هكمل ارتفاع تاني انا كده وصلت لطول الطاقيه بتاعي نشوف حتى مع بعض طول الطاقيه شايفين شكل الطاقيه قد ايه جميله طول الطاقيه بتاعتي مفروض لسن من يوم تلات شهور بيكون اتناشر سنتي انا معايا اتناشر سنتي بالظبط بالملي اهو بصوا من الصفر فوق لل بتاعتي تحت طيب امتى هعمل آه بصوا المقاسات اهي امتى هعمل خمستاشر سنتي لما اكون بدأت بستة وتلاتين سنتي انا دلوقتي عاملاها آه اللي هي سن البيبي حديث الولادة اللي هو من سن يوم طبعا ليه آه ليه لغاية ما يتم ايه الشهر لو هتستخدمي اكبر من كده هتشتغلي باربعة وتلاتين لو اكبر من كده يعني لغاية ما يتم شهر تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين لغاية ما يتم شهرين خمسة وتلاتين لغاية ما يتم الثلاث شهور ستة وتلاتين ده هيكون بداية ايه يعني نهاية التلات شهور وبداية ايه الاربع شهور بردك ده بالنسبة بردك للطول هو هو احنا بدأنا بتلاتة وتلاتين سنتي يبقى الطول بتاعي يبقى اتناشر سنتي لو بدأت بأربعة وتلاتين يبقى هيبقى تلتاشر لو بدأت بخمسة وتلاتين هيبقى أربعتاشر لو بدأت بستة وتلاتين يبقى خمستاشر سنتي خلاص عرفنا امتى ناخد الاتناشر سنتي وامتى ناخد الخمستاشر امتى ناخد التلاتة وتلاتين وامتى ناخد الستة وتلاتين، ثلاثة وتلاتين ده بداية السن خالص الستة وتلاتين ده نهاية التلات شهور الاتناشر برضك بداية السن خالص الخمستاشر دي نهاية التلات شهور يعني بعد خلاص ما بيكون تم التلات شهور قطر الدائرة من 11 ل 11 ونص سنتي يعني تاخدي ايا كان بقى حسب الغرزة اللي بتشغليها يا يعني يطلع لك 11 زي ما احنا شفنا يعني الغرزة اللي بتفرض عليكي من 11 ل 11 ونص سنتي لو زاد معاكي نص سنتي هتوصلي لسن ايه 36 سنتي 36 سنتي اللي هي البداية اللي هي بداية الست شهور مفيش مشكلة بردك مش هيخص لان دي نص سنتي والاطفال بيزيدوا بسرعة يبقى احنا عرفنا دلوقتي محيط الراس كام الطول بيبقى كام قطر الدائرة كام آه عرفنا نطلع قطر الدائرة من المعادلة اللي احنا كاتبينها دي وعرفنا نطلعها برضك ازاي من ال... من من شخص موجود قدامي حتى المقاسات بتاعته مش موجوده معايا لو هو قدامي انا بقيس عليه بقى على طول دي كانت الطاقيه بتاعتي النهارده ومش هشغل باي غرزه تانية من تحت كان ممكن اعمل بقى غرزه حشو عكسيه او مبرومه بس بصراحه هي شكل الطاقيه لوحدها تحفه ومش محتاجه بصراحه الغرزه جميله قوي 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 مش محتاجه كمان ان انا ازود عليها حاجه دي كانت فكرتي النهارده اتمنى يا رب ان هي تكون سهله وبسيطه وتكون عجبتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس واستنوني في فيديو جديد من وي